1-0 لفائده فريق الرجاء لاحظوا التدخل اللي كان على اللاعب الى مطوح دفع بسرعه محمود بن حارب رفع الكره راسيه ديال سوفيان الجديده في المكان المناسب يضع الكره في الشباك وهدف اول لفائده فريق الرجاء اللي كيجي في الوقت بدل الضائع من المباراه وسط اللاعب الشاب سوفيان الجديده سوفيان بجديدة لاعب جديد واسم جديد في فريق الرجاء وبطموحات كبيرة وجديدة لهذا اللاعب يمنح هدف أن التقدم ديال فريق الرجاء في الوقت بدل الضائع 1-0 لفائدة فريق الرجاء حسن في أكادير اللي صمد طيلة دقائق المباراة ومن كرة تيبي تيبي